شفنا مشروع جميل, شاب سعودي عنده مشروع في الإمارات. إحنا في منطقتنا يعني عندنا أول الجو قاسي, منطقة صحراوية, فما أصلا ما بنقدر نزرع أصلا خلال العام. فالتقدم في علم النبات وفي التكنولوجيا وجد لنا طريقة إنه نقدر ننتج نباتات, خضار, فواكه, وبطريقة يعني احنا بنقول افضل من عضوي كمان. فهذا اكل طبيعي, ما هو مصنع, هو مجرد بس انه السيرفس اللي نبت فيه. أيوة, هو اللي معمول هنا. هذا واحد واثنين, احنا بنعمل الغرف المغلقه, توفير كبير جدا للمساحات, لانه بتتكلم على طبقات فوق بعض. تخيل كده مزارع فوق بعض, احنا هنا 5 طبقات, اذا عندك مبنى من 30 طابق, القدره الانتاجيه لواحد متر مربع منه تعادل 400 متر من المزارع الطبيعيه. اديني مثال لحاجه ما بتنبت في الخليج, مو متعودين عليها انها تطلع في الخليج. هات يا سلام, فراوله يا سيدي سمول, انا راضي. الحين هذه فعليا طالعه من هنا, هاي طالعه من مزرعه منال. الله اكبر. ادوق؟ تفضل. انا لاني من محبين الفراوله. الا الفراوله هي طبعا هذه لانه لسه دوبها دوب. ايوه ما كبرت, ما اكتملت, بس عشان التصوير يعني. فراوله, بسم الله الرحمن الرحيم. هي فراوله عدت الاختبار. نعم, فريش. تعطيها اللي هي تحتاجه, تعطيها يعني درجه الحراره, الرطوبه. احنا طبعا ما عندنا شمس, عندنا هي انوار LED خاصه, والان لكل نوع من النباتات له نوع خاص. انت بتوفروا العامل كله حق البيئه, حق النبته في مكانها الطبيعي, بتوفروه هنا. جميل جميل, صح. طيب موضوع الموية, تستخدموا نفس كمية الموية؟ لا سؤال جميل, بحاول أزود دائما أسئلة. 70% من استخدامنا للماء في الخليج يذهب في الزراعة للمزارع الطبيعية. بهذه التقنية ممكن الواحد يوفر 90% من الماء المستخدم لزراعة المحاصيل.